آنسة نيلي، أنا آسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكلة، أصلا كان في عصابة بتطاردني امبارح، فأنا فكرتك أحد أفراد العصابة. بليز لو سمحت كفاية، ما تخلينيش أكرهك أكتر ما أنا مش طايقاك. بجد كفاية إن أنت السبب إن أنا ما نزلتش صورتي على انستجرام النهاردة، ودي كارثة. طب معلش أنا آسف، ممكن بس أطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش باتر النهاردة، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضارة أشوفها؟ والله صدقني مفيش، خلاص يعني خلاص. عشان ضميري بس بيوجعني، معلش أنا آسف. بس هو الدكتور قال لي إنها تورم شوية، بس قال لي إنها هتخف على بالليل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيشي بالليل؟ هي بايظة قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعة، البسيها البسي. طيب بصي يا سيف، أنا كنت عايزة أطلب منك طلب. عايزة فلوس؟ عايزة كام؟ لا 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 خالص، أنا معاك في الجامعة. إيه ده؟ جامعة إيه؟ معايا أنا؟ مستحيل، ما شفتيش قبل كده. إزاي يا ابني؟ ده أنا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت أعرف، يعني أنا بحضر على طول. ما طب أفكرك؟ أنا مرة استلفت منك أستيكة. مستحيل تستلفي مني، لأن أنا مش هسلف أستيكة لحد، لأن أهم حاجة عندي الأستيكة. طب ثانية، الأستيكة عليها فراولة ومتعضعضة من الجنب. متعضعضة؟ أنا ما عضعضتش الأستيكة عشان أعرف أهميتها، ما عضعضهاش أنا. وبعدين كان إمتى؟ كان يوم إيه؟ كانت محاضرة الدكتور مين لما خدت مني الأستيكة؟ طيب ممكن ننسى حوار الأستيكة؟ دلوقتي أنا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان أنا عارفة إن أنت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعة، مع إنك شكلك أكبر من سنك. لا أنا فعلاً سني كبير، أصلاً درست جامعتين ودي الجامعة التالتة ليا. للدرجات دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس أنا فاهمك. أنا ماما كان نفسها أدخل كلية الحقوق، فدخلت كلية الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه أخش كلية سياسة واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجة اللي بحبها، اللي كان نفسي أخشها من الأول، كلية الهندسة، عشان أنا ما زعلش. إيه ده؟ You're so sweet. أي حد بيقولك تدخل أي حاجة كده بتدخلها؟ طب معلش أنا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الأصلي، يعني ده طلب تاني جالي دلوقتي. أنا كنت عايزة أدخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لآخر السنة دي أخلص المشروع بتاعي، ما عنديش مانع أرقص معاك يعني. أوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الأولاني الأصلي. وتفضلي. أنا كنت عايزك تساعدني في graduation project بتاعي. أيوة، يعني عايزة إيه بالظبط؟ يعني أجيب لك مراجع، أكتب لك مقدمة، أرسم لك مكات. بالظبط كده، عايزك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمة وتجيب لي مكات. أجيب لك مكات؟ أه. وأنت بقى مش تعملي أي حاجة؟ يعني أنا هجيب لك كل حاجة وما تاخدي المشروع بتاعي أحسن. بص يا سيف، أنا مبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا أكلمه وأقوله اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش أي حاجة، وأنت لو احتاجتي أي حاجة أنا هعملها لك. أقول لك مش عايز الأستيكة، ومعايا ليك حتة براية بمراية، إنما إيه جميلة، ومعاك رقمي، كلميني. ما يعني أنا مش هتأخر عنك في أي حاجة، بس يا ريت ما تقوليش. إيه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاو، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه. حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزة. الشنطة مع حمزة. يا حبيبي شقي شقي شقاوة، خدي الشنطة يا حبيبي. بصي سيب يا حمزة، سيب يا حبيبي، سيب. بيقولك باي باي، عنده خصلة حلوة قوي حمزة. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني أنا مش هينفع أسيبك في الحالة ديت، لو أوصلك يعني. مالها الحالة؟ في أنا كويسة، أنا بعرف أتحرك لوحدي على فكرة. تمام خليك أقعد أقعد، مفيش مشكلة خالص. وبعدين بقى يا حمزة في إيه؟ أنا بلعب معاك؟ فين مامة حمزة يا جماعة؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكوا كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص متزعلش، مش هزعقلك تاني.